أنا شريف رمزي، مراسلنا في القاهرة، وألو مساء الخير يا شريف. مساء الخير يا شيرين، ومساء أهلا بيك عادية يا شريف. ليكي ولكل الشعب الهبتي في مصر وفي كل البلاد المحتل. تعزينا ليك يا شريف، وتعزينا للشعب القبطي في كل مكان، والجميع أبناء وأحباء سيدنا البابا. شريف، عندك الأجواء شكلها إيه دلوقتي بعد فترة من انتقال سيدنا؟ يعني أنا لو أنها اللحظة الأولى للإعلان عن خبر نياحة سيدنا البابا نفس المشاعر، الكل في حالة صدمة وفي حالة ذهول، الكل يترقب على البابا حتى اللحظات الأخيرة له على كرسي ماري مرقس اليوم قبل أن يوضع عثمان الطاهر في تابوت ويوضع خصيصا له. كان الكل يترقب أن يفتح قداسة البابا عينيه كما لو أنه نائم. تفضل الكل الشريف. كان منتظر أن سيدنا يفتح عينيه ويقول أن كنت مريح شوية وأنتوا سببتولي إزعاج بالجلبة اللي أحدثتوها بأصواتكم العالية، لكن اتجددت صدمة الإعلان عن الخبر اليوم بمجرد نقل جثمان قداسة البابا من على كرسي ماري مرقص بوضعه داخل تابوت. لكن ما يعزينا أنه ليست هذه هي النهاية، بالعكس هي البداية، بداية لعلاقة جديدة تجمع قداسة البابا شنودة مع شعب، لكنها علاقة من نوع خاص، علاقة مباشرة جدا بلا حواجز بلا عوائق. مش هيحتاج قضاء البابا مننا بعد كده إننا نبعت له ورق، مش هيحتاج يمسك أوراق عشان يقرأ منها أسئلة الناس، وإحنا مش هنحتاج إننا نستنى يوم الأربعاء عشان نبعت له الأسئلة ونبعت له المشاكل ونستنى نشوف هتوصله ولا مش هتوصله. خلاص مفيش أفراد أمن يمنعونا، مفيش سكرتارية، مفيش زحمة، لأنه كشفيع لشعبه قدام عرش النعمة هيكون عارف إيه اللي محتاج ليه كل شاب، كل بنت، كل مسن، كل مسن، كل طفل صغير. عشان كده إحنا مش محتاجين نقول له وداع عن قداسة البابا، إحنا محتاجين إننا نشكر ربنا من أجل سلامة وصولك. ربنا ينفعنا بصلواته يا شريف. شريف، يعني الكاتدرائية دلوقتي أكيد على قدم وساق، يعني إيه الترتيبات اللي بتتجهز في الوقت الحالي بعد وضع جثمان سيدنا البابا في التابوت؟ الحقيقة إنه بشفافية شديدة جدا خرج آبائنا، آباء المجمع المقدس، كتير من آباء الأساقفة واحد تلو الآخر، ليعربوا عن عدم قدرتهم على إدارة الأمور في ظل هذا التوافد الهائل لهذه الأعداد المهولة التي تخطت كل التصورات وفاقت كل التوقعات. معلوم انه بمجرد الاعلان عن خبر نياحة سيدنا البابا في 17 من شهر مارس، خمس الاول في تمام الساعة 5:15، طبعا عكس ما تردد من اشاعات انه تم نقله للمستشفى لتلقي اسعافات او علاج او ما الى ذلك، سيدنا البابا انتقل على سريره داخل قليته بالمقر البابوي بالكاتدرائية في هدوء تام حسبما جاء على لسان أبونا بولس تلميذه أحد أفراد طاقم السكرتاري. مجرد الإعلان عن الخبر تواسد أعداد مهولة جدا من الشعب اللي على الكاتدرائية، بالطبع المقيمين في القاهرة والمناطق القريبة منها، ثم بدأ التوافد من المحافظات بشكل كما قلت عجز عن استيعابه كل طاقة التنظيم الموجودة داخل الكاتدرائية، وهو الأمر الذي وبكل أسف استدعى التنسيق مع المسؤولين في الدولة لتواجد
أفراد من الشرطة العسكرية، أفراد بعدد كبير داخل وخارج الكاتدرائية، العدد تخطى 1000 من أفراد وضباط صف سلاح الشرطة العسكرية، وهم الذين تولوا مهمة التنظيم التي انتهت اليوم بالإعلان عن غلق أبواب الكاتدرائية في مواجهة الوافدين والزائرين لإلقاء نظرة الوداع على قداسة البابا، وبإلحاح شديد جدا ناشب الآباء الأساقفة كما قلت، الواحد تلو الآخر، نيافة الأنبا بولا اسقف طنطاوة وداعا، ثم نيافة الأنبا بيمن، نيافة الأنبا موسى، نيافة الأنبا فخيل وغيرهم، ناشدوا الشعب القبطي بوقف التوجه بهذه الحشود الهائلة فوق الكاتدرائية لكي يتمكن الآباء من متابعة الترتيبات والتجهيزات اللازمة لصلاة التجنيد المقرر لها غدا صباحا في تمام الساعة 11، والمقرر أيضا أن يحضرها وفود من كل أرجاء المسكون، ممثلين عن مؤسسات عالمية من بينها الكنيسة الكاثوليكية، من الفاتيكان، فريق وفد رفيع المستوى من أساقفة ومطارنة، أيضا الكنائس المختلفة في مصر، الكنيسة الإنجيلية، الكنيسة الكاثوليكية بمصر، ومختلف الكنائس، الكنيسة السريانية، الكنيسة الأثيوبية التي يمثلها قداسة أبينا بولس بطريرك الأثيوبي، وبالطبع كنيسة إريتريا، الكنيسة الوليد بالكنيسة الإسكندرية، فضلا عن المسؤولين الحكوميين بالدولة وأعضاء المجلس العسكري ومجلس الوزراء، فضلا عن الوفود الخاصة بالحكومات والسفارات الأجنبية والعربية. في وجود تمثيل يا شريف، هل تمثيل مجلس الشعب ومجلس الشورى شكله ازاي؟ يعني احنا في عرفنا طبعا ان كان في البعض رفض انه يقف دقيقة حداد على روح سيدنا البابا، هل انت شايف ان التمثيل يعني يكفي اللي موجود او اللي هيكون موجود يعني في صلاة التجنيس بكرة ان شاء الله؟ بذي بدء نقول لأولئك الذين استحيوا أن يقفوا هذه الدقيقة أن قداسة البابا لم يكن في حاجة إليها إلى وقفتهم. صحيح. ربما نحن جميعا الآن وغيرنا في احتياج لوقفته أمام عرش النعمة ليطلب من أجلنا. ده صحيح. من أجل ده صحيح. بلادنا مصر. ونذكرهم بأن قداسة البابا كانت له وقفات مشرفة حفظت لهذا الوطن كرامته. قداسة البابا الذي تدخل مرارا لحل مشكلة المياه، والذي لولاه لهلكت نفوس كثيرة جدا عطشا، وكنا سنقف عليهم جميعا حدادا، وربما كنا منهم، ربما كان العالم بأكمله يقف حدادا على الموتى المصريين بالعطش لولا أن تدخل قداسة البابا بحكمته واتصالاته التي أخفق فيها وزراء ومسؤولين حكوميين. الكلام ده ما يعرفوش ناس كتير يا شريف، و لكن تاريخنا بيسجله وتاريخ مصر بيسجله، وإن تغافل عنه البعض لكنها حقائق لا يمكن أن تموت بموت صاحبها أو بانتقاله. على كل مؤكد أن كل مؤسسات الدولة ستكون ممثلة بوفود عنها حسبما يتسع المكان، لأنه المقرر أنه هيتم توجيه دعوات لتكون الوفود محدودة جدا، لأنه المكان مش هيتسع لكل محب قداسة البابا ولا حتى للوفود اللي ممكن تمثل مؤسسات الدولة المختلفة. أكيد. هما في بعض المتصلين يا شريف بيطالبوا بأن يكون في مسيرة شعبية من الكاتدرائية لمطار ألماظة، يعني الناس عايزة. هم حقين تماما، وكنا في طليعة المطالبين بهذه الجنازة، أسفنا جدا لبعض التصريحات التي خرجت
لتقول أن قرار المشير طنطاوي بتخصيص طائرة عسكرية لنقل الجثمان إلى دير الأمبراطوري العامر هو دين في رقبة كل قبطي. لا، ليس دينا، هذا واجب، هذا أكيد. حق. نحن مواطنين مصريين، هذه الطائرات وهذه المؤسسة تصرف من ديوب المصريين على اختلاف انتماءاتهم. صحيح، يعني المشير انتقال. وغيره من المسؤولين في الدولة هم في النهاية موظفون مؤتمنون قد يؤدوا وظيفتهم بأمانة أو لا يتفضلون على الشعب المصري صحيح، بأمواله يعني وبإمكاناته. احنا شفنا قد ايه صدى العالم كله لخبر انتقال سيدنا البابا. يعني مش معقول في مصر يعني راجل بمثل هذه القامة يعني يكون نقول ينفع ولا ما ينفعش في صلاة تجنيز. صحيح، اليوم أصدرت حركة أعضاء بلا قيود بيانا تطالب فيه بمسيرة شعبية وبجنازة شعبية، يتم استخدام كل إمكانيات الدولة لتنظيمها. البابا شنودة ليس أقل من غيره، بل هو عندنا أعظم ومكانته أسمى من الآخرين. عارفين انه الرئيس عبد الناصر عند وفاته خرجت مسيرات شعبيه، وكانت جنازته عباره عن موكب عظيم وضع نعشه فوق ده آلة صحيح، حربيه، يعني اطلقت من اجله مدافع قذائفها. صحيح صحيح، بس عبد الناصر يعني مع رئيس الفارق عظيم يا شريف. ما اختلفش عليه اثنين فنانين كعبد الحليم حافظ وأم كلثوم، خرجت مسيرات ومواكب بنفس الطريقة. البابا شنودة عندنا له مكانة أعظم أعظم ومكانة أسمى. أكيد صحيح أكيد. صحيح أن الوضع يمثل صعوبة، لكن يعني ما المانع أن هو تضع كل إمكانات ممكن الدولة تكون في هذه صعوبته الساعة رهن هذه اللحظة التاريخية، يعني ممكن تكون صعوبته ليس في لنا تأمينه نمضي يا بشكل شريف، جيد. صعوبته في تأمينه بالضبط، ممكن قوي يعني. ما المانع، نكرر، المانع انه يخرج موكب من الكاتدرائيه للمطار ومن هناك يتم نقل الجثمان بطائره، ايه المانع؟ لما بيخرج المشير نفسه وغيره من المسؤولين في الدوله بيتم غلق كل الطرق لمرور مواكبهم، بيقف الجنود لحراسة الموكب وغلق الطرقات في وجه كل المواطنين. ده صحيح ده النهارده صحيح. قدام حدث تاريخي زي ده، ازاي نمنع شعب من القاء نظرة الوداع ولو على صندوق رعيته؟ امر غاية في الصعوبة، قد نجد له مبرر، ولكن مشاعرنا وعواطفنا ومحبتنا لقداسة البابا تفوق كل هذه التبريرات البشرية. صحيح، أنا بشكرك يا شريف، ألف شكر على مداخلتك معانا، ورب يعزيك ويعزي كل المصريين والمسيحيين وأحباء سيدنا البابا في كل مكان. بشكر شريف رمزي مراسلنا في مصر.